اللي هيأكد ان الامر مزاجي شويه كلام كابتن ايهاب جلال. نشوف الفيديو الجاي. كسونجو عاوز يجهز شويه، عاوز يفهم بعض الحاجات في في في, في اسلوب يعني. والحمد لله ان برضه حصل حاجه، وكان يعني مستشار مرتضى اعتقد ان هو ليه اليد العليا في ان يبقى الاتحاد الكره ياخد قرار ان الاربع، ودي حاجه او دي حاجه ريحتك. لا هي حاجه بديهيه. هو اتحاد الكره صلح قرار كان قبل كده وصلحه، ودي حاجه جيده تحسب له. نعم. ان انت عندك اربع افارقة، انت وافقت على اربع افارقة وهي خطا، لكن انت وافقت عليهم. طب انت هتخلي ثلاثه في السكور بس، وتخلي الرابع بره خالص وانت بتديله فلوس؟ طب خليه في السكور، وانت لو عاوز تلعبه لعيبه مكان واحد تاني افريقي ما فيش مشكله، يعني على الاقل يبقى موجود. فهم وافقوا عليها النهارده، دي حاجه جيده جدا. مبدئيا بنبارك للكابتن اسلام الشاطر على برنامجه في سي بي سي اكسترا، لكن اللي اتقال ده كلام خطير جدا، اللي اتقال من الكابتن مجدي عبد الغني واللي اتقال من الكابتن ايهاب جلال، يا ريت نفضل فاكرينه على طول، لانه الاهلي كان بيتهم دي بتعشق الصوره مع بعضها. بالظبط. التاني بيفسر الاولاني. بالظبط. ده اللي الناس دايما كانت بتقول الاهلي هو اللي بيدير الكوره، والاهلي اللي عايزه بيفرضه على اتحاد الكوره. شاهد من اهلها. كابتن مجدي عبد الغني قال حاجه في منتهى الخطوره، وانا ما اعرفش الانديه اعضاء الدوري الممتاز اللي اتبعتت لهم لائحه المسابقه وشروطها. لما كان عندهم لائحه ما فيهاش بند يقول انك بتتعاقد مع اربعه اجانب لكن ما تلعبش في المباراه الا ثلاثه، كابتن مجدي بيقول اللائحه ما فيهاش كده ولا في قوانين بتقول لها كده لا السنه دي. وسيف زاهر زميله في اتحاد الكره عايز يدارع على الموضوع، قال له يا كابتن مجدي الكلمه هتقولها هتتاخد بسرعه، قال له لا اللائحه الحاليه واللائحه الجايه ما فيهاش. طب جبتوا ده منين؟ اتفرض ده على الانديه بدون لائحه ازاي؟ ضيعته على الانديه اللي عندها اربع اجانب فرصه او حق استخدام لعيب اجنبي بامره مين؟ طلع الكابتن ايهاب جلال قال اليد العليا للمستشار مرتضى منصور، وهو اللي كان ليه الدور في انه يتم التعاقد. طيب. مع اربعه بشرط ان احنا نستخدم ثلاثه. تذكر كلاتي. عندما صدر القرار واندهشنا وجبنا الاستاذ احمد مجاهد على الهواء، قلنا له ازاي بتسمحوا لنا نشتري لعيب بشرط الا يشارك؟ قال لي الاهلي وافق. قلنا له ازاي الاهلي وافق؟ قال لك كان المهندس محمود طاهر حاضر موجود، قال له ما مش فارق معايا واعملوا انا مفوضكم في القرار ومشي. فخدوا هذا القرار بناء على طلب مين؟ الزمالك. لان الزمالك كان عايز ما يفقدش لاعب، كان لسه سيسي موجود وعادي يجيب كاسونجو، فمش عايز يفقد سيسي لان كان متصور ان هو يعني واشنبونج يعني. فالمهم انه بقى عنده اربعه قال احتفظ بيهم. طب الاهلي لو خد اربعه لا يلعب ثلاثه بس. فاهم ازاي؟ النهارده يبدو ان الزمالك في صدد انه يبقى عنده اربع اجانب، وممكن يكون بيفكر يجيب لعيب اجنبي كويس يعني. فعايز الاربعه في الملعب. ايهاب جلال النهارده خليهم الاربعه في الملعب. خليهم دي لائحه كاسونجو بقى، ويطلع فجاه واحد يقول لك ما فيش حاجه تمنع. ايوه، اللي يمنع ان الاهلي يطلب هذا الكلام. هو الحاجه اللي تمنع ان دي تكون في مصلحه الاهلي. لكن هو بيكتشف ان الاهلي ما عندوش مشكله في مش فارقه لعبه المصالح، تعمل لائحه كاسونجو، لائحه سيسي، 25 30 20 15. الفرق العبره انك انت عندك قوام وعندك دكه وعندك صحيح. مدير فني وعندك قواعد وعندك ثبات وعندك استقرار صحيح. وعندك بتنقي ناس عندها سبيريت وروح، واللي ما عندوش روح ما يلزمناش كده. فهو ده المقاومات بتاعه البطوله. بس يعني اعملوا بقى، غمضوا واعملوا صالح الكره المصريه، هتلاقي الدنيا مشيت.